ما تصورش حتى حد. انا ما عنديش. انت لا ويداوي هو الخارج. إذا كان كل عون صحة ما عندوش قانون أساسي راهو الحبس ما في المحلول. أخير شحول. راهو أكثريتنا ما فماش واحد فينا ما تعداش قدام حاكم ولا ما تعداش قدام مركز صحة على غلطة ما عنده فيها حتى ذنب. حتى يشكر فيه. ما راهو ليستشفى. احنا قد ما عندناش نظام. راهو انت كي تجيك امراه كان وقع لها اي اشكال اذا كان مشيت عملته يقولوا لك علاش وصار لها حاجه يقول لك علاش تمس فيها، اذا كان ما مسيتهاش يقول لك علاش تخليها تموت. راهو ما فماش حتى اكثر حاجه هو الانسان يحمي روحه والقانون الاساسي هو يحميك من حاكم ويحميك من كل ما يتعرض عليه بيرسونيل. الظلم. راهو القانون الاساسي اسونسيلمون احنا طالبين به باش نحمي الوحده ونحمي المريض. يا زملائي ويا زميلاتي يا أحرار وحرائر قطاع الصحة وأبطال مستشفى مرحلة حشان، راني صوتي بحى وما عادش فيه، نسمعوا بعض. احنا اليوم نحبوا نوصلوا صوتنا لحكومة السراق وحكومة الفخفاخ وحكومة المليارات والقصور اللي في أوروبا في إسبانيا اللي راهو اليوم وبعد قطاع الصحة ما لقى صدره في الكوفيد وظهرت المنظومة الصحية المهترعة والتعبة والمهمشة وظهر اللي احنا اليوم رحنا المواطن يلزمه يفهم اللي احنا اليوم في إطار إصلاح منظومة الصحة العمومية راهو الكل هو والكل في مصلحته. المواطن اليوم ما عادش يلقى دويات، ما عادش يلقى دران نظيف باش يبدل، يلقى تورطات مسخين، هذا يفوجونا احنا، واحنا ما نحبوش، كان في بالهم احنا نحبوه، احنا ما نحبوش.